ايش اللي خلى سبكيم اليوم يكون ما شاء الله بهذا الشكل الايجابي؟ على الفاصل اليومي حصل اختراق بقاب اب لخط الترند الهابط من اخر قمه 29. شايفين هذا المنظر؟ شايفين كيف الاختراق؟ هذا انا قلت الاعلى 30 وصل، هو وصل 29.70، قريب المقاومة 30. هذا هو الاختراق اللي حصل اليوم، تخطى خط المسار الهابط. طيب أما لو فتحنا الشارت الكبير الشهري، دائما نقول سبكين متخطي 27، سقف قناة من عيار ثقيل، هذا هو سقف القناة أحبتي اللي ذكرناه في سبكين، وهذه 28.15 28.17 هي تمثل بالنسبة لسبكيم اللي هي مستويات 50 فيبو من الموجة الكبرى. طبعا لو نكبر الصورة شوية عشان تشوفوا سبكيم يبحث عن ايش لو عد مناطق 29.70-30 ريال خلال الفترة الحالية، يعني كشف النسبة الذهبية عندي 32.5 وقريبا نظرية 33 ريال لأنه فوق 27، يعني في هذا الحدود، وهذا هدف سبكيم هنا فوق 27 ريال. لكن إيش في مطبات قبل؟ المطبات هي هذه مستويات 29 30 28 15، وما باقي الآن لسبكيم إلا حاجز 30، عشان إيش؟ عشان يغزو بقوة للبحث عن ال 32.5 33. ودائما نحن نقول لملاك سبكين ما دام سهمكم فوق 27 اموركم في العسل، زي موضوع جيزان 24.5، زي موضوع عيان 27، هذه كلها شركات بتلعب مخترقه سقف القناه يلي من عام 2016 مرورا ب 2020. اما عيان لا، عيان ما شاء الله القناة كبيرة اللي عمرها 10 سنين،